أهلا بكم من جديد إلى العراق، وفي رسالة أرادوا من خلالها إيصال صورة مختلفة عما يجري في العراق من توتر سياسي وأعمال عنف، استعانت مجموعة من الشباب البغداديين بالموسيقى لتغيير هذه الصورة النمطية من خلال نشر أغانيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تقرير منتظر الرشيد، نتابع. البغداديون يحولون منازلهم إلى استوديوهات لتسجيل وتصوير المعزوفات الموسيقية تمهيدا لعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عجزوا عن إيجاد أماكن خاصة لتقديم معزوفاتهم الموسيقية للناس. الشاب سعود وفر لصديقيه عمر وحيدر مكانا في بيته الذي يقع في أحد أحياء العاصمة بغداد ليكون بمثابة صالة يقدمون فيها عروضهم الموسيقية عبر الفيسبوك واليوتيوب. يعني نريد نراوي الناس انه احنا عندنا بعد، عندنا اكثر، احنا عندنا هذا العراق انه مو بس قتل وموت ودمار وناس تتيتم، ارامل تروح بدون سبب. هالمشاكل اللي احنا نعاني من عندها، صحيح اولويات اختلفت عند الناس بسبب الظروف اللي مرت على البلد بال 12 سنه اللي فاتت، لكن لازم انه احنا نمشي الحياه مثل ما هي. هذه المجموعه من الشباب البغدادي تعزف مزيجا من المقطوعات الموسيقيه الشرقيه والغربيه من خلال توظيف الات القانون والاورج والجيتار لتقديم عجينة موسيقية جميلة لاقت إعجاب الكثير من متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح لديهم جمهور كبير يتابع نشاطاتهم بشكل يومي. لو أنت تتفرغ بالجهد اليومي الدسر عندك من طبعا من الشوارع ابتداء من الازدحامات من تطلع الصبح إلى أنه تخوض بمجال عملك وكل الجهد اللي صار عليك بالعمل، لما ترجع تلتقي هذا كله تسوي له مثل ما يقولون ريليز، يعني يخرج خارج جسمك. العروض بدأت تنهال على هؤلاء الشبان من قبل النوادي الاجتماعية والترفيهية وحتى المسارح في بغداد التي دخلت في سباق للحصول على هذه الفرقة الموسيقية الصاعدة. ما توقعنا راح تصير هذا، يعني هالشهرة هذا. طبعا يعني احنا راح نظل نتمرن ونظل نعزف إلى أن نسوي فتشي إن شاء الله يفتخر به كل عراقي. يقول هؤلاء الشبان إنهم يحاولون تقديم صورة أخرى للحياة الجميلة في بغداد عبر الاستعانة بلغة الموسيقى التي تفهمها كل القوميات والطوائف، بعيدا عن الصورة النمطية لخلافات السياسيين وأعمال العنف الطائفي والعرقي التي باتت تزعج العراقيين وتؤرقهم. منتظر رشيد، العربية، بغداد. في خطوة للحفاظ على صحة